كان عندي جولة فيها سلسلة محاضرات، ودائما في كل لقاء يطرح عليه سؤال كيف نربي عيالنا على تعبير على المشاعر. وحقيقة في عندنا لعبة أو تدريب دائما نسوي إحنا في التربية وفي التعبير عن المشاعر. يعني مثلا نطلع له مصباح مثل هذا، نقول له يلا أوصفه ثلاث أربع أوصاف. طبعا إذا كان صعب عليه أبدي أساعده، بعدين أقول له يلا يا بابا أوصفه خمسة أوصاف وأساعده شوية، بعدين أقول له يلا أوصفه سبع ثمان أوصاف. فيبدي الطفل يتدرب ويتعلم على الوصف، فإذا تعلم على الوصف معناته صار سهل إنه يعبر عن مشاعره. أوري شجرة مثل هذه مثلا، أقول له يلا أوصف لي الشجرة هذه ثلاث أربع أوصاف، وشوي شوي 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 راح تشوفون الطفل شوي شوي راح يبدي يعبر عما في داخله. طبعا لو كان الأب أو الأم من المعبرين اللي دائما يعبرون عن مشاعرهم، هذا يساعدنا بعد في تربية الطفل على مشاعره. تعرفون شنو أحلى نعمة؟ لما الواحد يعيش مع عياله ويكونون عياله حوله، هذه نعمة عظيمة. وعيالنا الصغار مردهم ترى بيكبرون وبيتزوجون وبيبون عيال وبيطلعون وبيستقلون في بيوت بروحهم. ولذلك أهم شيء أن نكون ذكرى سعيدة في نفوسهم، ما نكون ذكرى حزينة، ما نطق، ما نهين، ما ننتقم، ما نحطم نفسيتهم، ما نسبهم، ما نشتمهم، ما نأذيهم، حتى نكون ذكرى سعيدة في نفوسهم. خدمة معين التربوية تساعد الوالدين في أن يكونوا ذكرى سعيدة في نفوس الأبناء.